مجيد الطهسان. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق بجمهور إذاعة ألف ألف أف أم الموج السعودية. هلا يا مرحبا، والجو رايق، هلا باللي لهم قدر ومعزة. أحييكم أنا أخوكم عبد المجيد الطهسان من أمام المايك من استديوهات إذاعة ألف ألف أف أم بالرياض، وعلى قولة سمو المهندسة صاحب السمو الملك الأمير بدر بن عبد المحسن يوم قال ما أرق الرياض تالي الليل. أرحب بجميع مستمعي إذاعة ألف ألف أم سواء اللي يستمعون إلينا عبر تطبيق الإذاعة المتوفر على البلاي ستور أو الآب ستور، أو اللي يستمعون إلينا عبر موقع الإذاعة ألف ألف أم دوت كوم، أو اللي يستمعون إلينا وهم يقودون سياراتهم، واللي يقودون سياراتهم نقول لهم اليوم وكل يوم أمشي بهداوة يا حلو دربك خضر. ولا أنسى أقول عاجل اسمع آخر خبر، الحب من قلبي صدر. أحبكم يا جمهور إذاعة ألف ألف، حب تعدى كل البشر، ولهم مخرجنا الغالي علي نجم. أيضا ولهم ضيفنا لهذا اليوم، ضيفنا هو شاعر معروف وأيضا هو أخوي الصغير. أرسل لي قبل كم من يوم بيت في سمو سيدي ولي عهد الأمير محمد بن سلمان، يقول فيه: اكفخ يا ابو سلمان فوق العلالي، وحنا معك نكفخ ولا همنا شيء، عزمك يا وجه الخير قد المعالي، انت بهجير وشعبك يعيش في في. ابو مناحي الشاعر نايف بن مناحي الهيض، مساك الله بخير يا غالي. يا مرحبا ومسهلا اخوي عبد المجيد، يا مرحبا ترحيب المطر. يا هلا وغلا، وسعيد جدا بتواجدك معنا. اول شيء انا اشكر لك تلبيه الدعوه. الله انت يسلمك طول عمرك وعمرك. أنت أول ما سألت البيتين هذه في سمو سيد الأمير محمد بن سلمان على طول اتصلت عليك، قلت لك يا أبو مناحي، طبعا كنت كلمتك أمس قلت اليوم السبت راح يكون ختام مهرجان الملك عبد العزيز الإبل، لو سمحت أبغاك تطلع معي على الهواء وتقول بيتين بهذه المناسبة. أنت على طول بدون تردد قلت تم، فشكرا لك. الله يسلمك يا أخوي عبد المجيد، والأبيات اللي قلتها اسمه سيدي الأمير محمد قليلة في حقه، والأمير محمد يستاهل صراحة، يعني رؤيته وفعوله والله أنها ترفع الرأس ويستاهل، ووالدنا الملك سلمان يعني كلبون عياله ونفخر أنه والد لنا وحاكم لنا، والمزاين اليوم صراحة يعني صراحة كرنفال نفخر فيه كسعوديين وكخليجيين، وبارك للفائزين وبارك لجيبيلتي اللي فازوا، وبارك لإخواني اللي شاركوا من دول الخليج. وعندي أنا بويتات متواضعة، أنا ما أعتبرها قصيدة، ولا والله حق ملكنا ولي العهد وحق المزاين أكبر. جميل. طيب أسألك سؤال، أنت حضرت المهرجان؟ حضرته وصراحة شيء نفخر فيه، حتى في خيمة لنا يا شعار، وإخواني كذلك الإعلاميين والشعار مشاركين في القنوات الشعبية وحييهم، وصراحة إن شاء الله أن السنين القادمة يكون أفضل من اللي قبله، وهذا إن شاء الله طموحنا بإذن الله. بإذن الله تعالى. طبعا المهرجان السنة هذه كان جدا مختلف، يمكن مثل ما حضرت، وأيضا الشيء الجميل في مشاركة أكثر من 75 دولة في هذا المهرجان من دول مختلفة، فأصبح كرنفال عالمي. نعم كرنفال عالمي، واليوم نشوف بعد في دول مشاركة كعروض تراثية من الصين وكذا دولة، وصراحة يعني قرقستان قصدك عفوا؟ إيه في يعني فيها عروض تراثية يعني نشوفها اليوم كلعب، يعني رقصات شعبية من الدول اللي مشاركة. جميل. وشفنا بعد مشاركات الإخواني الإماراتيين ومن دول الخليج، ورزفوا قدام سيدي الملك الله يطول عمره، وهذا والله العظيم منه ينومسنا كسعوديين. وحنا في السعودية يعني نرحب بالبعيد قد ما القريب يا أخوي عبد المجيد. أكيد ما في شك، ما في شك، ما في شك، مهرجان رائع، ويكفي أنه مهرجان يعني
يعني يكفي مهرجان محافظ على هالإرث هذا، إرث الإبل، وهذا شيء نعم نعم هذا. وانت بخص مني طبعا بهالأمور هذه أخوي أبو مناحي. نعم نعم، الملك عبد العزيز كان يسوي مزاين قبل يطلع إعلام، وقبل وكان يهدي جوائز، وكان والقبائل كذلك شيوخ القبائل كانوا يسوون مزاين، وكانوا يسوون احتفالات، وكانوا يسوون حتى نافس حتى في الطيور، حتى الطير اللي راعيه يكسب يهدون على راعي الطير جائزة وقدرها ولا سيارة واللي تكون الهدية يعني. وهذا إن شاء الله متربين عليه كحكام وكشعب، ولا في فرق بين الحكومة وبين الشعب، بالعكس يعني الملك قريب لقلوبنا من كان في أمارة الرياض، كنا نسلم عليه وكنا نبديله اللي في خطرنا، والله يعطيه طولة العمر. والأمير محمد كذلك يعني يوم كان في أمارة الرياض كان يرحب وكان قريب لنا وأخو لنا، الله يعزهم إن شاء الله. آمين اللهم آمين. لا يوم قلت حكامنا طبعا أنا أختصرها ببيت قاله سمو سيد البدر، يوم يقول حكامنا من شعبنا، هذا أخوه هذا ابن عم. نعم. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نعم ما في فرق، حتى فيه تلقى في أذكر سمو سيدي الأمير خالد الفيصل يقول يعني ما في فرق، تلقى من الحكومة خوالهم من الشعب يعني من القبائل، ولا في فرق يعني. أكيد. حتى يعني أمراء المناطق يعني عندهم قبول سمح للجمهور اللي بيحضر خاصة جلساتهم أو واللي في خاطرك قوله سواء أي لزوم يعني. وكذلك الدوائر الحكومية يعني صراحة يعني يبادرونك بالخدمة وبالما في يعني عوائق أو شيء، هذا والله أنا نفخر فيه كسعودي، وأنا أخص يعني جميع مناطق المملكة يعني بدون تفكير. أكيد 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 ما في شك، وعسى الله يحفظ والدنا الغالي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين ويحفظ بلادنا. الله يطول عمره ويعزنا إن شاء الله بالدين ويعزنا إن شاء الله بولاة أمورنا. اللهم آمين اللهم آمين. طيب أخوي أبو مناحي عطنا بيتك، عطنا القصيدة اللي كتبتها في ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بحضور سيد الملك سلمان. متواضعة. شكرا يا سلمان الحزم يا المعرب، يا الصام للي فالمواقف مجرب، يا كاعم اللي في وطننا يخرب أنا سعودي وافتخر فيه بلادي، تقبل علمنا وانت فخر العلمنا وحنا نقبل صورتك يا ملكنا، ما في غيرك بالمحبة ملكنا، أنا سعودي وافتخر فيه بلادي. شكرا يا أبو سلمان يا راعي الطيب، يا راعي الرؤية إحصان الأطاليب، والله ما توفيك كل المكاتيب، أنا سعودي وافتخر فيه بلادي. باسم الرجال الطيبين الميامين، أهل المنافس والحلال المزايين، شكرا لكم يا أهل الفعول السلاطين، أنا سعودي وافتخر في بلادي. صح لسانك، صح لسانك الغالي، صح لسانك الغالي. أخوي أبو مناهي أنت تقول اللي ألهمك أنك تكتب هالأبيات هذه لما شفت لقطة للملك سلمان يقبل. نعم. البيرق الأخضر. إيه سبحان الله الشاعر ترى يستلقط كل شيء. أنا اليوم العصر جالس عندنا في الديوانية وأشوف والدنا الملك سلمان يقبل العلم، وصراحة حنا هو يقبل العلم حنا نقبل صورته، ولو نواجهه قبلنا رأسه، وهذا والله تربية من حكامنا ومن شيبان اللي تربين على نهجهم. الله يطول بعمارهم يا رب، الله يطول بعمارهم ويحفظهم. أمين أمين الغالي. طيب أخوي أبو مناحي إذا تكرمت يا الغالي، أنت ما شاء الله تبارك الرحمن عندك شيلات بصوت جدا جميل ورائع، نبغى تختمنا بشيلة إذا تكرمت. أنا أبثقل عليك اليوم. إيه أبشر بساعدك والله، أني الحمد لله أنت أثنيت على الصوت وأثنيت على القصيد، وهذا إن شاء الله أني أهل ذلك. أنا والله قدمت أعمال طيبة صراحة موجودة في قنوات إخواني في قناة اليوتيوب، وطلع لي أعمال يعني في التلفزيون، قدمت عملين، في عمل قدمته بعنوان اليول هديته لإخواني الإماراتيين حكومة وشعب بمناسبة اليوم الوطني قبل شهرين تقريبا. جميل. وجاء شيلة بعدها بعنوان الأخوة وزعتها كذلك في الإمارات
مهدى إلى عيال عيال سلمان وعيال زايد، الحمد لله، وكلها أعمال إماراتية، بلحان إماراتية، والحمد لله توفقت فيها، وإن شاء الله فيها أعمال قادمة بإذن الله. بس أنت أنا ما سألتك بشكل مباشر، أنت لقطت ما شاء الله عليك، أنت بسألك عن أعمالك القادمة وفهمت الأعمال القادمة بإذن الله بيكون فيها عمل مشترك أنا وأحد الشعراء الإماراتيين، مهدى إلى شيخ الرجولة وشيخ الكرم وشيخ ألوفة الشيخ محمد بن زايد، يستاهل إن شاء الله في صدد إن شاء الله أن نجهزه. وفي كذلك شيلة مهدى إلى أخونا سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وإن شاء الله أن نتوفق إن شاء الله في اللحن ونطرح على الجمهور إن شاء الله قريب. وفيه عمل إن شاء الله بيكون يعني بأسلوب حديث شوي، يعني بدون إيقاع بدون أي شيء، بيكون إن شاء الله في شهر رمضان، وبيكون توزيع إباهات إسلامية وكذا، وعسى الله يوفق ويحقق اللي نتمناه ونسعى له ونخوه. طيب أبو منح معلش أنا بحرجك على الهواء، العمل اللي خاص بشهر رمضان يا ليت تعطيني إياه بإذن الله تعالى، إذا نزل نبث عبر إذاعة ألف ألف بإذن الله تعالى نتشرف بثه، والعمل الخاص بسمو سيد الأمير محمد بن سلمان أول ما ينزل عاد وش اسمه نبي ناخذك معنا بمداخل على الهواء إذا سمحت. الله يسلمك، أنا والله لي الشرف بإذاعة ألف ألف، الله يسلمك، صديقة المسافرين، حتى الله المسافرين يسعد. يعني أنا الآن متأكد أن أغلب المسافرين مشغلين ألف ألف، وهذا الفضل يعود لله، ثم جهودكم جهودك أنت أخوي عبد المجيد، الله يعزك، شرف وأنا أخوك، وأنت وذاتك أول اللي برسل لهم الأعمال بإذن الله. أنت شرف فيك الغالي، الله يعز مقدارك يا أبو مناحي. طيب أبو مناحي تختم لنا بشيء بصوتك ما شاء الله تبارك الرحمن، صوتك الجميل. أول جبت طاري سمو الأمير خالد الفيصل، وسبحان الله يعني بالصدفة أن الشيلة اللي بقد الشيلة اللي بقدمها بعنوان القوافي، وأنت برنامج في القوافي، يعني سبحان الله يعني ما رتبت لها بس الحمد لله أنها وفقت، الله يطول، وهي باللون النجم يعني، لكن بسمع. ثمرت بصحبة أحرف القوافي، أحملها تناهي تنخوافي، أشكل بالحروف ألوان صورة، أحركها من المعنى بصافي، أحركها من المعنى بصافي، أشيل الحرف من معنى لمعنى، وداري ما ظهر وظهر بخافي، ولا مني عطيت الحرف ونه، بها حرفي على النجمة طافي، بها حرفي على النجمة طافي. سلامك. الله عليك، شكرا لك يا أبو مناحي، ما قصرت. أول شيء أنا شاكر جدا وممتن لك يا أبو مناحي، أن على طول أول ما كلمتك قلت أبشر وسم بحكم أن أخوك الكبير، فما قصرت، شاكر ومقدر. أيوة لك والله أخوي الكبير، ومن أسره نفخر فيها، ومن رجالات الدولة، وأنت تامر على الروح جني مبتيك، الله يطول بعمرك، أي مشاركة يعني فيها شيء وطني ولا شيء في ولاة الأمر، احنا بالأرواح نفداهم، هو بالقصيد وباللقاءات. وانا اخوك، الله يطول بعمرك يا ابو مناحي، وسعيد جدا بتواجدك معنا. الله يسلمك، طول لي عمرك، شكرا لك يا غالي. يا هلا والله. كان معنا الشاعر نايف بن مناحي الهيضل، اللي اعطانا قصيده خاصه بمناسبه اختتام مهرجان الملك عبد العزيز للابل بحضور سمو سيدي ووالدني سمو سيدنا ووالدنا الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك حضور ولي عهده الامين الامير محمد سمو سيد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. خلونا نسمع هذه الاغنيه الخاصه بمهرجان الملك عبد العزيز للابل، اغنيه لاح براقه
كلمات فيصل البلدة والحان سهم وأداء راشد الماجد وفنان العرب محمد عبدو. القوافي مع عبد المجيد الطهصان. ورجعنا لكم مرة أخرى ونرحب بكل اللي انضموا إلينا على السمع. قبل الفاصل كان معنا الشاعر نايف بن مناحي الهيضل اللي خصنا بقصيدة بمناسبة ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل هذا الكرنفال العالمي. كل الشكر والتقدير لنادي الإبل على التنظيم الرائع، وكل الشكر والتقدير والثناء لسمو سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز اللي شرفنا بختام هذا المهرجان الرائع، وكذلك سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ومن الرياض الآن ننتقل إلى الساحل الشرقي إلى الخبر، والهوى شرقي وقلبي يهوى الشرقية. أخوي الغالي الشاعر المتميز خالد الكيادي، مساك الله بخير يا غالي. سيد في النور، يا هلا يا مرحبا. أول شيء أنا أعتذر منك، المفروض أنك تكون ضيفنا الأسبوع الماضي. أنا عجبتني ردة فعلك، قلت كان أعتذر صار في ظرف ما شو اسمه يعني ما قدرنا نستضيفك الأسبوع الماضي، فقلت يا عبد المجيد لا تبالي. يا أخي أعجبني يوم قلت لا تبالي. بالضبط، أحيانا لا مبالاة جميلة. جميل جميلة، لست تتعب نفسك يعني. طيب أنا معلش، بما أنه اللا مبالاة جميلة خلني بدخل معك بالعرض، يعني بأسولف عن قصيدة لا تبالي. منين جت فكرتها لا تبالي؟ بالضبط من اللا مبالاة، يعني أنه لا تتعب نفسك. هي القصيدة توقع شارحة نفسها. جميل. فأنه لا تتعب نفسك وكذا بدأت يعني. لا تعرف أنا شوي ملقوف تمام، فتعرف أحيانا كذا يجيك موقف معين يلهمك، الشاعر يجي موقف معين يلهمه، أو أحيانا تكون من بنات أفكارك، فهلو موقف؟ الموقف أكثر. عموما القصيدة تعتمد على مو موقف واحد، أنا دائما أقول أن القصيدة أو كل قصيدة تكتبها أن ترجع إلى أول نقطة، يعني أنت تجمع مواقف كثيرة مريت فيها في حياتك كلها تجتمع فيها النص، بعدين تكتب نص ثاني فأنت ترجع مرة ثانية وتأخذ مواقف أكثر، لأن القصيدة مو بس موقف وحيد أنت عشته، هي حتى أسلوب حياتك، التفاصيل الصغيرة اللي في حياتك تأثر على قصيدتك. جميل. موقف واحد بس، هي أشياء كثير متراكمة. جميل جدا. طيب كيف تعاونت مع الملحن راكان وكذلك الفنان عايض؟ كيف تم التعاون؟ في البداية راكان تعرف أنا دخلت الوسط، خلني أقول، مع الملحن الجميل الأنين. جميل. بعملين، كان بوح وفي ذبتك كان ألحانها وغناءها وقتها، وخلاص لما تدخل الوسط تبدأ تتعرف على المبدعين، خلني أقول يعني خصوصا الملحنين، علاقة الملحن علاقة الشاعر بالملحنين تبدأ بملحن واحد يعني. جميل. فصار التواصل بيني وبين ركان وتم العمل أو تم التلحين، وما كنا ندري الأغنية رايحة لوين بالضبط. والحمد لله يعني الأغنية هذه بالنسبة لي مكسب كبير من أولها إلى آخرها. أول شيء أني تعرفت على ركان وبدأنا نسوي هالعمل وسوينا أشياء ثانية بعد، والمكسب الكبير بالنسبة لنا أن العمل كان من دعم مؤسسة الأمير بدر عبد المحسن، بدعم سمو الأمير بدر عبد المحسن، مؤسسة بدر عبد المحسن الحضارية. وهذه الثقة اللي يعني كانت لنا كلنا المشاركين في العمل، أنا كشاعر أو ركان وعايض كشباب، هذا شيء عظيم جدا وشيء صراحة يعني يسعد ويخليك ما تبي توقف. يعني لما شخص مثل الأمير بدر عبد المحسن أنا بالنسبة لي كشاعر ويجي الدعم منه، فهذا شيء عظيم ما ينوصف للأمانة. فمثل ما أقول لك العمل مكسب من بدايته إلى نهايته، إلى أن وصل إلى عايض وغنى، وانطباع الناس الأولي كان عظيم، وإلى الآن أنا أشوفه جميل. يعني بالنسبة لي أشوف أن العمل نجح، وإن شاء الله باقي بعد ينجح أكثر يعني، لأن هذا اللي واضح بالنسبة لي أنه قاعد يروح للناس أكثر، وإن شاء الله نكون توفقنا يعني إن شاء الله. الآن ما شاء الله تبارك الله العمل قارب على المليون المشاهدة على اليوتيوب، وأنا هذه أول مرة أعرف المعلومة هذه أن العمل بدعم من يعني من البدر مع حفظ الألقاب سمو سيدي الأمير بدر عبد المحسن. نعم. هذا الرجل. نعم. هذه معلومة جديدة علي، فيشكر سمو الأمير البدر على دعمه يعني لشاعر مثله،
وكذلك دعموا الـ يعني انا ما ادري ايش اقول صراحه. انا مبسوط جدا وفرحان، حسيت انه دعمني انا شخصيا هذا الرجل. بالضبط، وهذا شيء ما هو بغريب بالنسبه للرجل، مبدع ويعني وفنان بشكل احنا كنا نتعلم منه طول هالفتره يعني، وما زلنا نتعلم. فلما تجي هذه الثقه ان شاء الله ان احنا نستاهلها ان شاء الله نقدها يعني. بس معلش قبل لا انسى، بما انك ذكرت سمو الامير بدر عبد المحسن، اول شيء مبارك له تكريم من منظمه اليونسكو، كرموه في اليوم العالمي للشعر اللي هو 21 مارس، ويستاهل كل خير، فيستاهل التكريم. هو احد المدارس الشعريه عندنا في المملكه العربيه السعوديه وفي الخليج. بالضبط. طيب لا تبالي، قبل لا نسمعها بصوتك القصيده، أنت ما بحكم أنك شاعر ولك علاقاتك وبديت ما شاء الله مع الأنين، أعمالك القادمة مع من راح تكون؟ مع الفنان أحمد علوي إن شاء الله، هذا أقرب شيء يعني اللي صار واضح، مع الفنان أحمد علوي. جميل. وأحمد فنان شاب جميل معروف، جميل جدا. إيه، وراح يكون لحن ركان. جميل. وانا ركان مسوينا اعمال كثير يعني، بس هذا اللي اقدر اقول لك انه اقرب واحد وهو الواضح يعني اللي راح يكون قريب، بس متى بالضبط ما ادري، ما اقدر احدد. جميل جدا. عاد ركان ترى كان موجود اثناء تكريم الامير بدر عبد المحسن بمهرجان ناي اللي كرم فيه الامير بدر عبد المحسن، وهو فعلا ملحن متميز. وانا اللي يعجبني براكان ترى على فكره، بما ان الشيء بشيء يذكر يعني، أعرف شخصيا قابلته كان لازم أحفظ الكلمات وأحفظ العمل واستشعر القصيدة، يقول عشان أقدر ألحنها. خلي أنا أقول لك عن ركان، تفضل. مع بعض ركان فيه شيء يعني المفروض أنه يكون موجود في كل ملحن يعني، بس إنه نادر تحصل عموما يعني، الملحنين يعني المبدعين تلقى عندهم. ركان أول شيء يحترم النص، يحترم الشعر كشعر يعني ما يطالبك بأشياء غريبة. أحياناً في ملحنين يطالبون بأشياء غريبة، أنا شاعر وعاني أحياناً منها، لكن ركان يحترم النص يعني، حتى لو صار فيه تعديل على 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 النص مثلاً، وهذا شيء وارد ويصير يعني في مرحلة التلحين، يصير يعني بشكل مبدع، حتى التغيير والتعديل بشكل مبدع، وفيه احترام للنص واحترام للشاعر. فلما يكون ملحن بهذا الشكل أنت ما تخاف أنك تتعامل معه أساساً يعني. فركان جميل، وانت كذلك جميل، تستاهلك الخير يا حبيبي. الله يسلمك. طيب ابي اسالك سؤال، هل انت ملحن؟ لا، انا اشوف اتابع سنابك، اشوف لك مقاطع تهزف على الكيبورد، هل هو انت ولا شخص غير؟ لا هو انا، بس انا احاول اتعلم، بس الطقطق اتعلم شيء جديد، بس انا احب اتعلم اشياء جديده. جميل. طيب اذا سمحت اخوي خالد، خلنا نسمع اللي هي قصيده ثلاث بالي بصوتك اذا تكرمت. أبشر. لا تبالي، أعرف أرجع مثل ما جيتك الحالي، لو ترجع عمري اللي ضاع مني وانفعالي، وكل حبك قلتها لك خوف قلبي وانشغالي، لو تعرف أي الطريقة قولها لي، خلني يهزم حنيني واهدم اللي لك بنيته، دام فعلا ما تبيني ليه كل شعور أحسه جيت في البال وخذيته، مذكر في مرة نسيتك ما تركتك ما خذيتك، ما حزنت إلا ولقيتك في خيالي، لا تبالي أعرف أرجع. صح لسانك يا الغالي، ربي يسعدك يا حبيبي. شوف أنا أقول لك يا، خلنا بقول لك رأيي بكل صراحة، المفروض أنا ما أقول رأيي كمذيع، لكن أنت أخ عزيز وغالي قبل ما أتعرف عليك عن طريق الإعلام، لكن الأغنية هذه من الأغاني الجميلة اللي ممكن تعيش سنوات طويلة يعني. أنا أقيم الأغنية، في بعض الأغاني تكون مثل ما يقولون في قاعة صابون، تطلع بوقتها وتنتهي مثل الموضة، لكن لا، هذه راح تستمر سنوات طويلة. أنا ممكن عقب 10 سنوات إذا أعطانا الله طولة عمر، أو عقب كم سنة أرجع أسمعها مرة ثانية. في بعض الأغاني أنت وأنت أدرى مني تلقى بعد سنة سنتين ما تحب تسمعها، لأنها موجة وطلعت وانتهت. الله يطول لي عمرك، وكلنا نتمنى أن الأغنية يصير
عمرها طويل في 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 وقت الأغاني عمرها قصير يعني. بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني أن هذا يكون يعني. طيب كان بو حافظ منها شيء؟ أي أكيد إن شاء الله. لا لن أيضا راح تشتغل معنا كان بوح بإذن الله تعالى مشغلها، بس طبعا أول شيء مشغلها تبالي، بس بما أنك موجود معنا لهو خل نسمع منك كان بوح إذا سمحت. الحين عندك جاهزة ولا نسمع لتبالي ونرجع لك؟ نسمع لتبالي. خلاص خل نسمع لتبالي ونرجع لك. تمام، خلونا نسمع أغنية لا تبالي، كلمات شاعرنا خالد الكيادي والحان راكان وأداء الفنان المعروف عايض. خلوكم على السمع وربي يسعدكم. القوافي مع عبد المجيد الطهسان. ورجعنا لكم مرة أخرى ورحب كل ينضموا إلينا السمع. طبعا قبل الفاصل سمعنا أغنية لا تبالي من كلمات شاعرنا وضيفنا هذا اليوم الشاعر خالد الكيادي والحان الملحن راكان. مساك الله بخير معنا مرة أخرى أخوي خالد. نسيت بالنار يا حبيبي. معلش أنا طماع وطلبت منك قبل الفاصل كلمات أغنية كان بوح اللي هي غنتها الفنانة الكويتية المعروفة الأنين. نعم أبشر. أبشر. الله لا يهينك تفضل. انكسرت وسالفة جرحي تطول، ما بيبدأ بالعتاب ما بينده يا وطن، من زمان وقلبي ينادي عليك ما لقى منك جواب، ما لقى غير الحزن، ما أبي حاجة غريبة بس بعرف ليه غايب، احنا ما كنا حبايب، كنت واعد نفسي بأشياء كثير وكلها لا مرجعت، قلت بحلم لا رجعت، راح أغني لا رجعت، راح أسولف لا رجعت، حتى بتنفس ليه منك رجعت وما رجعت، اختنقت وما بقى عندي كلام، روح نام وترك العيني سهرها لين ما يغفى قهرها في الظلام، ولو تنام كل حلم يمرها لك فيه طاري، كل صحوة في غيابك كان يملاها انتظاري، قلتها لك وانت داري لا تعشمني بقربك وانت ما تشتاق لي، كان قبل تقول أحبك قلت ما ترتاح لي، فضها سيرة وروح ما أبي غيري هنا، ذكرياتك والجروح وكل ذكرياتك والجروح سلامتك يا حبيبي. صح لسانك وربي يسعدك يا الغالي. أنت تعاونت مع الأنين في عملين. عملين وكل ألحان الأنين. الأنين ملحنة ما تنصف. وإن شاء الله فيه جاي مع الأنين يعني ما راح نوقف. أنا بديت مع الأنين راح استمر مع الأنين يعني. خصوصا كان بوح هذا العمل يعني لي كثير مع أنه هو البداية يعني. لا أنا اخترت صراحة لأنه من الأعمال الجميلة، هو ظهر عام 2014 بصوت الأنين. اي 2014 هو كان اول عمل اشترك فيه. طيب والحمد لله احنا الان ب 2019 وراح نسمع كان بوح الان. اخوي نايف، انا عفوا نايف عفوا اخوي خالد الكيادي الشاعر المعروف طيب القلب والذكر، انا جدا سعيد بوجودك معنا وشاكر لك قبول دعوتنا، معني تعبتك الاسابيع الماضيه. انا اللي تصرفت. الله يرفع قدرك يا حبيبي ويسعدك، وتشرفت بالاستضافة، وإن شاء الله نقدم في المستقبل أعمال جميلة ونسوي مداخلات زي كذا مرة ثانية بإذن الله. لا هين أنا بنتظرك من يوم ما قلت لي مع الفنان أحمد علوي عندك عمل قادم جاي، فأنا بانتظارك، برسل لك كل أسبوع برسل لك رسالة بقول وش صار يا الغالي. تمام والله. لو تسأل ركان ترى ركان يعني لا ركان الظهر إلى الآن بباريس الرجال، خله مبسوط إذا رجع بالسلامة ما نسأله أبشر. كل لك يا حبيبي. ما تقصر أخوي خالد، شكرا لك. هلا مرحبا حياك الله. كان معنا الشاعر الجميل الرائع خالد الكيادي اللي حدثنا عن تعاون مع الفنان عايض في أغنية لا تبالي، هذه الأغنية اللي هي من ألحان الملحن المعروف راكان وإنتاج سمو الأمير بدر بن عبد المحسن. شكرا لسمو الأمير بدر عبد المحسن على دعمي للشباب، وأيضا شكرا لأخوي خالد اللي قبل دعوتنا. خلونا نسمع من أعمال أخونا الشاعر خالد الكايدي أغنية كان بوح، كلمات أخونا الشاعر خالد الكايدي والحان وغناء الفنان الكويتي المعروف الأنين. خلوكم على السمع وربي يسعدكم. القوافي مع عبد المجيد.
مجيد الطهسان. ورجعنا لكم مرة أخرى ونرحب بكل من انضموا إلينا على السمع. قبل الفاصل سمعنا أغنية كان بوح للفنانة الأنين، الفنانة المعروفة الكويتية المعروفة، هي فنانة ملحنة. هذه الأغنية من كلمات ضيفنا وشاعرنا لهذا اليوم الشاعر خالد الكيادي. شكرا لأخوي خالد الكيادي على قبوله ودعوتنا، وشكرا له اللي خصنا بهذا الحديث عن تعاونه الأخير مع الفنان الجميل عايض وكذلك الملحن الراكان. في ختام حلقتنا البرنامج القوافي كل الشكر والتقدير لكل من غرد، كل الشكر والتقدير لمن تابعنا. شكرا لكم انكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعة برنامجنا، برنامج القوافي الذي يهتم بالكلمة الجميلة، وما أجمل الكلمة. أشكر أخوي نايف بن مناحي الهيضل اللي أيضا خصنا مداخلة الحديث عن ختام مهرجان الملك عبد العزيز الإبل بحضور سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور سيدي ولي عهد الأمين محمد بن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وخصنا بقصيدة بهذه المناسبة. فكل الشكر لأبو مناحي ويعطيك العافية أبو مناحي، ومنتظرين أعمالك الجديدة. وكذلك الشكر موصول لأخوي الشاعر خالد الكيادي اللي حدثنا مثل ما ذكرت عن تعاونه مع الفنان عايض في أغنية لا تبالي، وهي من ألحان أيضا الملحن المعروف راكان، وإنتاج سمو مؤسسة سمو الأمير صاحب السمو الملك الأمير بدر بن عبد المحسن. فكل الشكر لأخوي خالد اللي خلصنا بهذه المداخلة. وأيضا الشكر موصول لسمو سيد الأمير بدر بن عبد المحسن على دعمه للمواهب الشابة. شكرا لكم جميعا، تصبحون على ما تتمنون، تصبحون وأنتم في صحة وسعادة ورغد من العيش. شكرا لكم، كان معكم من أمام مايك عبد المجيد طاسان، ولا أنسى أن أشكر أخوي الغالي مخرجنا علي نجم. في أمان الله وربي يرضى وربي يرعاكم، وخليكم مع خالد عبد الرحمن ملك الفن أبو نايف وأغنية الصورة المكسورة، كلمات شاعر الوطن الإمارات المعروف على الخوار والحان موسى محمد. خلونا نسمع الصورة المكسورة في أمان الله.